اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير حائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى